السلام عليكم. سيواجه المنتخب التونسي المنتخب الدنماركي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 الذي تحتضنه دولة قطر. الدنمارك ومنتخب التونسي المنتخبين يقعان في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2022 إلى جانب فرنسا ومنتخب أستراليا. يصطدم المنتخبين التونسي بالمنتخب الدنماركي يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب، والثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة. وستقام هذه المباراة على ملعب المدينة التعليمية بمدينة ريان، وستكون المباراة منقولة مباشرة على القنوات بين سبورت القطرية وعلى القنوات الكأس القطرية. وستنقل المباراة بتعليق كل من المعلق الرياضي هيكل الصغير وأحمد الطيب وعصام الشوالي. كل التوفيق للمنتخب السعودي التونسي.